ايوه يا محمد، عينيك على اخوك، مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي سعد، اطمن، احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا. ارمي سلاحك انت وهو، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي. انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. ورص حسام. لا يا حسام. حسام قاتل. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز بعد يا حسين حبيبي، اللي حصل لك اللي حصل له يا حسين. الحمد لله. مين اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسين؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل له ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف احرق المأموريات بتاعتك على الشغلانه بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحاله. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. قتلوا الكبير، قصد الرجالة دي كلها. كيف يحصل كده وهم واقفين زي البهايم؟ خدوهم على اخوانه وتفرجوا عن بعضيه. أو يعني منصور الكبير اتحركوا على قطيعه يسيبوه والكلاب بتنهشوا. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا كبير. عرفت الظابط اللي قتل ابوي؟ كنش دي الظابط اللي قتلنا مرته ورمينا جتته في البحر؟ ايوه هو. ما اشتغل ولا ردت له الروح تاني؟ بانه زي القطط بسبعة ارواح. يمين بالله، يمين بالله انا اخطف روحه قطر والجزمه اللي داس بيها على رقبه الكبير ندوس عليه هو وعيلته نفر. ومين سمعك يا سيدياب؟ ده انا النار اللي لساها جايدة في قلبي من ساعة ما قتل اخويا محروس لغاية دلوق. حياة ده وما بقاش حكمت لو ما انتجمتش منيه، خليته يندم على كل لحظة عاش فيه. الظابط التاني ليه؟ اللي وقع حصل له ايه؟ لحقوه ونقلوه على المستشفى. كفاية نيته، كفاية نيته باللي كان عاوز يعمله مع ابوي. نيته بس تخليني اشرب من دمه. نيته. مش لوحدك يا سيدي الناس، احنا كلنا لازم ناخد بطار الكبير من الكلاب دول. حملوني لوحدي دلوقتي.
كملولي. وبعدين يلا. سامحني يا كبير. سامحني يا أبوك. الله يرحمك يا كبير، يبشبش الطوبة اللي تحت راسك. ما كانش يومك يا كبير يا مراري. نعمل ايه من بعدك يا ابوي؟ يا ويلي من اللي حنشوفوه في الايام الجاي. مرار طافح الله يرحمه كان مفتري، بس كان ظهر وسند لينا. واه يا خوفي لما الكلاب السعرانة تنهشف لحمنا وما نعرفوش نسكتها. والعمل يا رجال، مين اللي هيتصدى لأي خطر ممكن يواجهنا ويبقى كبيرنا؟ ست حكمة. خير يا سمار؟ عمك سسادك بيه عايزك بره. ما جالش عاوز ايه؟ لا ما جالش. خير عاوز ايه يا عمي؟ دي طريقة تكلمي بيها عمك يا حكمة. جاي عزيكي واخد بخاطرك. سعيكم مشكور، بس يكون في علمك موت الكبير مش هيغير حاجة من اللي كان. وما تتعشمش النجي معاك واسيب بيت جوزي واهل ولدي اللي في بطني. ومين قال غيرك دي؟ انت لازم أن تكوني بيت جوزك بولدك. هو مش اللي في بطنك واد بردك؟ العلم عند الله. ان شاء الله يكون واد ويتربى بيت جد وابوه ويتمرمغ في عزه. يعني انت موافق ان انا اقعد هنا وما فارقش بيتي؟ تبقي خسيسة وقليلة الأصل لو سبت جوزك وأهله في محنتهم ومشيتي. من ميت المروءة والشهامة دي يا عمي؟ من زمان، بس أنتي ما واخدش بالك. وعشان أبينلك حسن نيتي، أنا ما عنديش مانع رجعلك 30 فدان نصيبك في ورث أبوكي، ولو إنه عرفنا وأنتي خابرة ما بنورثش البلد. معقولة؟ هترجعلي أرضك دي بالساهل وعن طيب خاطر؟ طبعا انت بنت اخويا الغالي، بس انا ليا طلب صغير قدك دي. طلب ايه؟ ارض منصور البطاش اللي على الزراعيه اللي ملازمه الارض تمام. مالها؟ فيها 50 فدان محتاجه اضمهم لارضي وهدفعلك الفرق. وانا دخلي ايه؟ وانا ملكهم؟ مع الوقت هيبقوا ملكك انت ام الواد. عمي لو انت نسيت ان دياب لسه عايش. دياب في حكم الميت، ده محكوم عليه بالاعدام. يعني في اي وقت الحكومه تمسكه وتنفذ الحكم، ولو عافر معاهم ديته طلقه ويخلصوا مني. بعد الشر عليه، الشر بره وبعيد. ما تنساش انه جوزي يا عمي. انسى كيف يا بنت اخويا يا غاليه؟ شفت ان عمك بده مصلحتك بجوازك من دياب؟ املاك البطاطشة واطيانهم كله بكره تبقى ملكك انت وولدك. ملك كيف؟ انت نسيت ان النجيبه مرات جابر عنديها واد هي كمان هتخولها. يا حصلت اللي بتقولك ده يا عمي؟ يمين الله لو ما سيت شعره مني يكون انا اللي واقفه لك. يا بنت انا رايدك تبقى ست الناس وتجرسهم وحره نفسك. طالما بتقولك ده اللي يجبرني اسمع كلامك. قلت لك هرجع لك ارضك من ورث ابوكي، افهمي. ارض البطاطشة اكبر واحسن. تمام، لكن ارض من غير قوه تحميها وتحافظ عليها قلتها احسن. يعني ايه؟ يعني بعرض عليكي اكون ظهرك وتكوني لي وجهه
احط بيها يدي على ارض البطاطش. بيجي هي الحكايه كده. اسمع يا حكمت، انا جايلك دغري من غير لا لف ولا دوران. عقلك في راسك تعرفي خلاصك. وانت يا بوي والتراب بدي قبل حاله. انت عارف يا بوي ماليش غيرك في الدنيا دي. نامي نامي وارتاح يا سلمى. خلاص يا حبيبتي خدت لك طارق انت وسلمى الصغيره. لو كان عليا لي عاوز ادفن جارك في قبرك. وحشتيني وحشتيني ومستني اليوم اللي قبلك فيه بفارغ الصبر. اوعك تفكر يا ابوي اني بعدك عايش في الدنيا دي. الدنيا بعدك بقيت قبل كبير يا ابوي. كبير كبير. مهما وصفت لك قد ايه وحدتي من غيرك مش هتصدقي. الله يرحمك يا حبيبتي. سامحني يا جابر، سامحني يا اخوي، قتلوك قدام عيني وما قدرتش اعمل اي حاجه. عمري ما حبيت ولا احب حد قدك. الرصاص اللي دخل صدرك دخل صدري وقلبي كمان. عارفه يا سلمى، من ساعه اللي حصل وانت صورتك قدام عيني بتخيلك وبقعد معاكي وباخدك في حضني، بس لما بفوق وبلاقي نفسي لوحدي بتعب. انت مت يا جابر، بس والله انا لحد دلوقتي بنسف. والله بنسف يا ابو. بتعب قوي يا سلمى. أنا عارف يا أبوي إنك قلقان في قبرك على تارك وحياة خطفتك اللي قطعت به. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خذ بتارك أو أنا بجارك. إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. الله يرحمك حسين. يلا بينا. انت غلطان برضه يا حسين، ما كانش المفروض تعمل كده. البلد فيها قانون. خوفت المحامين بتوعه يطبخوها ويطلعوا منها. انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زيك كده احنا عايشين في غابه. غصب عنا يا محمد ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك وان انت قتلته دفاعا عن النفس. كنا معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني ما قدرتش اورطه. خير؟ شو في معصبة؟ عندي إلك اليوم خبر مش منيح. اللي هو؟ المعلم منصور البطاش انقتل. ودياب ما في أخبار منه بعد هروبه من السجن؟ لا بعده مختفي ما قاله ولا أثر. ولا حاول يتصل؟ ما اتصل، بس أكيد إذا قدر يتصل حيتصل. أنا مش قادر أنطر. بضاعتي صارت خارج المياه الإقليمية المصرية، وأصلاً إمبراطورية البطاطش الطريقة للانهيار. فلازم نلاقي حدا تاني نشتغل معه.
راجع المكتب وراجع مفكرتك، لازم يكون في حدا وعنا اتصالات فيه. طمن ولا يهمك. المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية. مالك نامت بقى؟ انا اروح المستشفى يا ماما. كنت روحتي سلمت جايزه جوزك يا حبيبتي؟ جايزه ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي ان معتز يقوم بالسلامه، هي دي الجايزه الحقيقيه. بدعي له يا حبيبتي، ربنا يقومك بالف سلامه يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك. معانا طيب، مع السلامه. نوض الشجاعه للرائد معتز عز الدين الحكيم، يتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال. تمام. معتز اخباره ايه النهارده؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مشي الدكتور؟ لا، عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر، تحت امرك. تمام تمام. طيب بس شكرا. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلال. Thank you.
مساء النور. اهلا باخت البطل. اخيرا الهنا شرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقا يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهانم نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلت لكم قتيل؟ لا يا حبيبتي، انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول الكلام ده. اصمت، اخرس خالص، ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه يلا. حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداك حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش حضرت، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. ازاي تسمح لنفسك تتكلم معاهم بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي وما تخليش حد يمسها حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطت، والغلط راكبك من ساسك لراسك. يوه، غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه زهق. والله عيشه لو مش عاجباك الباب قدامك اهو يفوت جمل كده. يا ساهر انا هسيبهولك عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني مع الف سلام. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شاهند، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا رباطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي لحسن اخوكي صحي. ده يا شاهند بتعيطي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما حلو اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدك ومروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. تعطيش، ربنا يخليكم بعض. يا رب يا سعاده الباشي اكون عملت المهمه زي ما انت عايزها. انت عملت اللي عليك وزياده يا طاهر، ومن بكره ان شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الاداره. بوفيه؟ بوفيه ايه يا سعاده الباشي؟ ده انت سيادتك مواعدني انك تثبتني على درجه. وانا عندي وعدي، بس عندنا مشكله صغيره. مشكلتي ايه؟ ما ينفعش اثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي ايه يا باشي؟ بصمجي ايه تف من بوقك؟ ده انا معايا عدديه. ما تنفعش، يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر، انا مش ناقص وجع دماغ. روح ذاكر وخد لك شهاده وارجع لي، وانا عند وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظه. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهاده، خلينا في المكافئه. كام؟ باكوين ايه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه ايه يا باشا؟ ده قبل خصم الضرايب. هي كمان فيها ضرايب؟ حق الحكومه تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده يا باشا، ده أنا عينيا للحكومة، وإذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. أنت هتجبي على الحكومة يالا؟ لا مش هجبي على حد يا باشا، بس يعني بصراحة المبلغ ده قليل قوي. ده ما يجيش حق الشاي والقهوة اللي أنا شربتهم، ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي أنا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. يا باشا قوم سعادتك، عندي خبر ليك مش كويس. معتز بعيش أنت. إيه؟ أمال فين إيمان؟ إحنا كنا عايزين نعزيها. تعبانة أوي، مش قادرة تخرج من أوضتها.
ربنا يصبرها، الصدمة كانت كبيرة. الله يرحمك يا رب ويصبرك أيمن يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتنا أنا وملك لمين؟ هنعمل إيه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. مش كده قومي يا حبيبتي، الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا ماما، مش عايزه اشوفها. بوس ايدك، والله ما قادره يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما. قال لله يا فندم. حياتك يا بس نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك يا بس اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنة مهدئه ومفيش فايده، كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلمه. ربنا يصبرك ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه اتيتمت بدري. انا اسف، والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، نستاهل اكتر من كده. حسام، حسام انا بقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. معلش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا. المعتز ومنيرة فين يا عفيفة؟ أنا أقول لك أنا يا حاج، أصل بصراحة بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس أنت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما أنت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن بخير، المهم أنت تطلع لنا بالسلام. طب أنا هطلع من هنا إمتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكرة. منير ما تجيبليش سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، الاعمار بيد الله، ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ أنا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته.
بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجة واحدة، مات مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا يسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. اهدى حبيبي اهدى. ليه؟ اهدى حبيبي. ليه؟ اهدى حبيبي اهدى. اهدى ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. لا ارحم وارحمنا جميعا. لا 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 ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطري. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده بقى، ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا امي. معلش يا حبيبي معلش.